راديو نيل. يا مساء الفل والجمال على كل مستمعينا اللي هينوروني دلوقتي في برنامجكم في بيتها على نغم اف ام، وانا معاكم اسماء مصطفى وحلقه جديده من برنامجكم في بيتها. النهارده الاربع الجو برد جدا جدا جدا، عشان كده النهارده انا مقفله الشبابيك والبلكونات وكل حاجه، وهتكون قعدتنا النهارده في الانتري. النهارده بقى تنوروني على الكنبه في الانتري عشان نقعد كده ونفضفض وندردش مع بعض. طبعا في ناس كتير كملت بعد عيد الحب لسه متخانقين، في ناس لسه ما تعاتبوش، ودايما احنا بنقول ان العتاب بيكون اول طريق للصلح، وفي مثل تاني بيقولك ايه، مفيش عتاب ما بين الاحباب. شوفوا انتم مستقرين على ايه، اذا كان مفيش عتاب ما بين الاحباب يبقى انا هاخدكم ونروح بسرعه نعمل مع بعض قعده صلح. اللي مزعل حد النهارده هيصالحوا معانا، واللي عنده عتاب برضو هنكون معاه. يلا عايزينكم النهارده تخرجوا من الجو ده واحنا قاعدين مع بعض. عايزه اقول لكم بقى وانتم قاعدين في الانتري النهارده محضر لكم شويه حاجات ما اقولكوش، اللي هيفوتوا قعده صلح النهارده هيفوتوا حاجات كتير قوي. النهارده احنا معانا حمشين ومعانا سحلب، والغدا هيكون الطبق الرسمي لهذا الجو العظيم وهو شوربة العدس. على فكرة أنا دخلت المطبخ قبل ما نبدأ مع بعض وحطيت بقى إيه، شوربة العدس. الناس بقى اللي بتسأل دايما على مكونات شوربة العدس، وإحنا بنبتدي كده الحلقة سريعا لكل الناس اللي بيسمعونا، عارفين أحلى حاجة بتدي طعم إيه لشوربة العدس؟ الكوسة. هنحط العدس مع طماطم بصل ثوم كوسة، كل ده مع بعضه بقى على النار. عايزين تعملوه بشوربة اوكي، عايزين تعملوه على مية ماشي، تحطوا معاه اي حاجة تانية تمام. يلا بينا نروح مع بعض، مين عايز يعاتب ومين عايز يصالح، مين هينورنا النهاردة في قعدة الصلح معاكم في بيتها. في بيتها مع اسماء مصطفى الاثنين والاربع من 12 لواحدة الظهر على نغم اف ام.